عليكم أعزائي المشاهدين. أجواء معتدلة ورياح شمالية غربية خفيفة لمعتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. وأيضا أعزائي المشاهدين، درجات الحرارة العظمى المسجلة لهذا اليوم تفاوتت ما بين 32 إلى 37 درجة مئوية، وكانت أعلاها في محطة الجهرة. وأيضا تعرف على تفاصيل أكثر الطقس الحالي في مدينة الكويت. أجواء معتدلة والرياح شمالية سرعتها 6 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة الحالية 31 درجة مئوية، رطوبة نسبية متدنية 24%، أما الرؤية الأفقية جيدة تزيد عن 12 كيلو. صور الأقمار الصناعية توضح السماء صافية وخالية من السحب، وأيضا تراجع المنخفض الجوي أعزائي المشاهدين وتقدم كتلة هوائية باردة أدت إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة خلال فترات الليل متأخرة. وأيضا نتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة للأيام المقبلة، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة في الأيام المقبلة متفاوتة ما بين 32 إلى 36 درجة مئوية. ليلة أجواءنا مائلة للحرارة إلى معتدلة، وأيضا استمرار الرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة نتوقع في منتصف هذه الليلة مدينة الكويت 27 درجة مئوية. نلاحظ المناطق الشمالية والشمالية الغربية من دولة الكويت قد تصل إلى 22 درجة مئوية، أجواء جميلة ولطيفة، وأيضا انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. في مساء الغد أجواءنا مائلة للحرارة، ونودع درجات الحرارة العالية الأربعينية، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة في مساء الغد ما بين 35 إلى 36 درجة مئوية في المناطق الساحلية. بالنسبة للمناطق الشمالية والشمالية الغربية من دولة الكويت ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية، وأيضا استمرار الرياح الشمالية الغربية الجافة قد تكون خفيفة إلى معتدل السرعة بشكل عام ما بين 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة. الأجواء البحرية إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، وارتفاع الموج من 2 إلى 4 أقدام. مواقيت بإذن الله على حسب التوقيت المحلي مدينة الكويت، موعدنا الفجر في الساعة 4:32، موعد شروق الشمس في الساعة 5:52، أما غروب الشمس في الساعة 5:14. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله السماء صافية، وأيضا أجواء مائلة للحرارة خلال فترة النهار، ودرجات الحرارة العظمى أعزائي المشاهدين كما نلاحظ ما بين 34 إلى 36 درجة مئوية. ومع عطلة نهاية الأسبوع الأجواء راح تكون جميلة ومائلة للحرارة خلال فترة النهار، وراح تكون معتدلة في فترات الليل متأخرا. نلاحظ قد تصل الصغرى إلى 20 درجة مئوية، وقد تقل عن ذلك في المناطق الصحراوية والزراعية من دولة الكويت. استمرار الرياح الشمالية الغربية، وأيضا استقرار في الطقس للأيام المقبلة إن شاء الله، ومعتدال في الرياح الشمالية الغربية متفاوتة ما بين 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة سرعتها، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة قد تصل إلى 33 درجة مئوية إن شاء الله، وقد تنخفض مع بداية الأسبوع المقبل إن شاء الله، وفرص أمطار الخير تعود مجددا مع نهاية هذا الشهر نوفمبر الخير إن شاء الله، يعود مع أمطاره اللي راح تكون خفيفة إلى متوسطة وفي معدلاتها الطبيعية. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا على حسن المتابعة، والآن مع درجات الحرارة حول عواصم العالم.